المنامة هذه السنة. قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والآن المحترم هذا أطلب الآن من الكاتب العام أن يتقدم لتلاوة التقرير الأدبي. يتقدم مشكور. التقرير الأدبي موسم 2023-2024. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، السادة ممثل المجلس البلدي، ممثل عصبة كرة القدم هو ممثل عصبة دار بيضاء الكرة لكرة القدم، المنخرط ممثل الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الحضور الكريم. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بكريم امتناني وجزيل تشكراتي على حضوركم للموسم الذي ودعناه 2023-2024. السادة الحضور، إن محطة الجمع العام هذا تقتضي منا وقفة تأمل لتقديم نقد ذاتي من خلال إبداء الرأي وفتح نقاش جاد وبناء وتفكير في وضع الفريق على أسس سليمة. الغاية منه إعادة الفريق إلى سابق عهده ومكانته الطبيعية في ظرف زمني قصير. من الصعود إلى أقسام الموالية، وهي كانت كالتالي في سنة 2023-2024. أولاً، جذب مدرب محنك في المستوى وطاقم تقني متكامل. ثانياً، جذب لاعب بارز من خارج المدينة بسبب قدم السن للممارسة. ثالثاً، بدء التحضير مبكراً. وعلى هذا الإطار، أعطي الصلاحية الكاملة للمدرب لتعيين طاقم تقني وطبي في المستوى ذو خبرة وتجربة في ميادين كرة القدم. والحمد لله كانت النتائج جيدة، مما جعل الفريق يحصد الانتصارات وتزعم بطولة قسم الممتاز لعصبة دار البيضاء الكبرى لكرة القدم، إذ حصل الفريق على 21 انتصار وهزيمتين وثلاث تعادلات. بذلك اقل الصف الأول ب 66 نقطة، مبتعدا عن الصف الثاني ب 15 نقطة. وفي هذا الصدد نود أن ننوه بالعمل الجبار الذي قام به الطاقم التقني والطبي من مجهودات طيلة الموسم، وكذلك مما قام به المكتب الموسمي الذي كان يلبي جميع المتطلبات الضرورية للاعبين والأطفال. ولا ننسى جميع لاعبي الفريق الذين ساهموا في صعوده إلى القسم الموالي، القسم الوطني الثاني هو. لا يخفى عليكم أن نادي اتحاد المحمدية يعاني في التدريب اليومية للفريق الأول، وجميع فئات يستغلون تحت لوائه صغار، فتيان، شبان، ما يناهز ما بين 120 و130 لاعب، لان ملعب العاليه تتدرب فيه جميع الفروق بما فيها الفروق النسويه والمدارس الكرويه التي اصبحت تتكاثر، مما يجعل الامر مستعصيا على لجنه البرمجه التي دائما ما تؤجل بعض المباريات الرسميه. وفي هذا الاساس ان فريق اتحاد المحمديه تقدم الى السلطات المحليه ورئاسة المجلس البلدي والمنتخبون أن يأخذوا بعين الاعتبار إنجاز ملعب آخر لتلبية حاجية الرياضيين وفروق المدينة. أيها الحضور الكريم، ومن خلال سرد هاته المحطات من مسار الفريق، لا يجب أن ننسى هاته الفئات الصغرى التي هي المستقبل والقاعدة. هاته الفئات هي دائما كانت وستكون نصب اهتمامنا، مما يتطلب المزيد من الجهد ونكران الذات في سبيل تكوينها تكوينا علميا وتكتيكيا تأتي بالدفع في آخر المطاف لصالح النادي، ويكون من بعدها الفريق في منأى عن جلب لاعبين جدد من خارج النادي. وبهذا الخصوص لا يسعنا إلا أن نهنئ لاعب هاته الفئات على النتائج الحسنة التي تحققها دائما في بطولة عصبة الدار البيضاء الكبرى للفئات الصغرى. كما لا يجب أن ننسى أن نصفق ونشكر جميع الأطراف المكلفة بهاته الفئات الصغرى، ونتمنى لهم التوفيق القادم. السادة الحضور، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، السيد رئيس الجماعة وجميع الأعضاء المنتخبين الذين قرروا إبرام عقد شراكة بين المجلس البلدي واتحاد المحمدية لمدة 5 سنوات.
إن الموسى المسعيدة، السادة المنتخبون، السادة المنخرطون، السادة ممثلو الصحابة، وقولوا اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العظيم والسلام على مقام العالم بالله ورحمة الله تعالى. شكرا للسيد الكاتب العام، والآن أعطي الكلمة للسيد أحمد الناموسي نيابة عن أمين المال اللي ما حضرش عنده شي أغراض شخصية، فليتقدم الشكر لتلاوة التقرير المادي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، السادة السلطات المحلية، ممثل الجماعة الترابية، ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم، هواة، ممثل العصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم، منخرطون، ممثلو الصحافة الوطنية، الفضول الكريم، أتقدم إليكم بكثير الامتنان والشكر الجزيل على تفضلكم بحضور جمعنا العادي المبارك، وذلك أجل تنويركم بمصاريف ومداخيل نادي اتحاد المحمدية لموسم 2023-2024. في البداية أعطيكم علما أن الفريق عانى من كثرة التوقفات لمباريات البطولة عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم الممتاز، الشيء الذي زاد من كثرة المصاريف كانت لمواكبة وتلبية متطلبات الفريق المادية التي لم تغطى إلا 61% من مصاريف هذه السنة. المصاريف في بداية السنة قرر المكتب المسير الصعود إلى القسم الموالي، وهذا القرار ألزم الفريق بمصاريف جد مهمة، وكان جلها يصب في صالح اللاعبين والأطر التقنية والطبية، وتتجزأ كالتالي: رواتب المؤطرين 20%، رواتب اللاعبين 19%، تحفيزات المقابلات 23%، منح توقيعات اللاعبين 6%، منح الصعود 6%. ما مجموعه 74% من المصاريف ما يناهز 1,158,000 درهم، وتجدون التوضيح في الجدول. أنا غنطلع عليكم مثل الجدول عاد نرجع له. المداخل ديال النادي كاين المقهى 180,000 درهم، مداخل قاعة الأفراح 120,000 درهم، مداخل الدكاكين 65,400,000 درهم. 400,000 درهم. لا ماشي 400,000 درهم. دعم جامعة المحمدية 500,000 درهم، مدخول منخرطين 13,000 درهم، دعم الشركات فليكسيمات 50,000 درهم، دعم السيد أحمد الشموطي 25,000 درهم، ما مجموعه 953,400,000 درهم. وبالتالي من خلال وعبر هذا المنبر أتوجه إلى كل المسؤولين في هذه المدينة، سواء السلطات أو المنتخبين، وكذلك فعاليات اقتصادية لإعطاء أهمية كبرى للرياضة في المدينة، كما نص عليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده بالنهوض بالقطاع الرياضي في مملكتنا الحبيبة. وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل لعامل صاحب الجلالة عاملة المحمدية وجميع الأطراف العاملة، رئيس المجلس الجماعي وجميع المنتخبين، الأمن الوطني والقوات المساعدة، وقولوا اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمنين، صدق الله العظيم والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. شكرا سي احمد الناموسي اللي نبتي على امين المال. والان النقاش مفتوح لكل من اراد تفسير التقريرين الادبي والمالي، فليتفضل مشكورا. تفضل. إلا سمحتي، إلا سمحتي أستاذ، السمية و حمام حمام تفضل. في البداية كنحنو وحوسنا على الصعود هذا، وصراحة النقطة اللي كيرجع لها المزيد الرئيس دير واحد المجهود كبير، ومشترك ديال الفرقة كان مشهور حقيقة والي وفقوا هذا الصعود هذا، أعطى المكتب اللي كانوا صاهرين على هذا الشيء هذا، هاني الإخوان كاملين حقيقة المجهود، أنا راه كنا نتوما أمر الحياة كان هذا، ولكن الحمد لله ربي يكمل بخير ولا خير. النقاش اللي كيدعوا لي في هذا الشيء راه هو بحال الأمور، وسي محمد الشواف كان ناخذ بيدي يكمل هذا المشوار هذا، والصعود مقبل إن شاء الله على الأبواب. فجاء معنا سي حسن
مرتاح. عندنا واحد الامل كبير ان شاء الله العام الجاي نكونوا في القسم الاول. شكرا سي حمام. كاين شي حد الاخوان مازال باغي يدخل؟ والان ندوزو لمرحله التصويت على التقريرين الادبي والمالي. الموافقون؟ الرافضون؟ والان تقرر بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وشكرا. الآن أطلب من الكاتب العام أن يتلي برقية الإخلاص والولاء إلى السدة العالية بالله. برقية الولاء بمناسبة عقد الجمع العام العادي لموسم 2023-2024 يتشرف السيد رئيس نادي اتحاد المحمدية فرع كرة القدم أصلة عن نفسه ونيابة عن جميع مكونة الفريق أن يتقدم إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأسمى عبارة الولاء والإخلاص، سائلين المولى عز وجل جلاله بدوام الصحة والعافية لمولانا صاحب الجلالة وولي عهده الأمير جليل مولاي الحسن وسنويه مولاي رشيد وجميع أفراد الأسرة الملكية، إنه سميع مجيب، والسلام على المقام العالي بالله. والآن أعطي الكلمة إلى السيد ممثل العصبة الوطنية نيابة عن العصبة الوطنية لكرة القدم للحاج محمد القرقوري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أنا بدوري كنهنئ فريق اتحاد المحمدي على الصعود ديالو تحت الرئاسة ديال السي محمد الشواف ومن تعطير السي حسن عطير اللي كيشهد ليه بالكفاءة والعمل الجبار اللي تيخدم، لأنه سبق أنه كان سيدي مومن وابن منطقة سيدي مومن، كيمثل سيدي مومن أحسن تمثيل، وهذا شرف للناس ديال سيدي مومن. اتحاد المحمدية غني على التعريف، اتحاد المحمدية التاريخ ديالها كيشهد ليها، اتحاد المحمدية رجالاتها اللي مروا فيها كيشهدوا ليها، اتحاد المحمدية واحد الفريق اللي أعطى الشيء الكثير في كرة القدم لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، لأن اللاعبين ديال اتحاد المحمدية لاعبين اللي مارسوا في أقسام اللي كبيرة وكبيرة جدا، ونجبات لاعبين كبار اللي لعبوا ولا في المنتخب الوطني، وكان يعني اتحاد المحمدية فريق اللي هو ماشي ما كانش وادي. كنتمناو من جميع الفعاليات ديال المحمدية باش ساند الفريق باش يرجع للمكانة ديالو الطبيعية، وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا. شكرا. خدمتي ب رفعت. شكرا للجميع، رفعت الجلسة. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.